يقعد على روحه هو شوية يتصرف داخل. ان شاء الله عيدك مبروك. بعد العيد صار اكتظاظ كبير، جيت برشا عبيد ويظهر لي النظام شويه اختل اليوم. لا النظام اختل مش اختل، خاطر فما 4 ايام تاع عطله، الكل جات مزروبه وتحب تلقى في وقت برك، وهو لازم على الناس كل تلتزم بالتباعد وتلتزم الوقت نتاعها. اما نحن كلنا نحب نجيو ماخرين، نحب ندخل الويله ونفك بلاصه غير. مجهود خرافي، لا حتى مجهود هكا، حتى لو كان مهما نعملوا لازم العمل كل متناسقه بالناس الكل، لازم الاداره ونحن جون دابوي والمواطنين خاصه اللي كيجي يجي في وقته، كيجي في وقته يستنى اللي قبله 40. يقول وفما ضرر اكيد المركز الثاني، الحقيقه لازم المركز الثاني يتحل في قروان، في بوحجله، في اي بلاصه، المهم يتحل المركز الثاني، يخفف على المركز هذايا، خاطر حتى هما البرشلونه راهو تعبوا. اي ما لا هذا ماهوش تباعد، الناس اذا باش تضرب باش تضرب من اليوم. فوضى 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 باتم معنى الكلمه، سوء تنظيم، ناس جايه من 5 و6 نتاع الصباح، يجيو 8 واش يحلوا لهم الباب ويدزوا مع بعضهم، وبعد الارقام اطوريا ترافير ولا تنظيم. هاك تشوف في قاعات التلقيح، انا جايب 2 ساعة مقعدات كبار من نصر الله، ما نجمت نعمل لهم شيء، هم البرة في الكرم. وانا من 6 نتاع الصباح وانا في الصفوف، وصلت كملت 10:30 باش خذيت الرقم، وانا لتو ما لقحت. عيدك مبروك. عيدك مبروك. علينا وعليك. جيتي تلقحي اليوم بعد عيد. دوزيام دوز. المرة الثانية هكا ترى اللي يجي يدحم، وحنا هنا لاصقين لنا قاعدي منظمة اليوم برشا، فما حتى طرف نظام، حتى طرف نورمالمون راهو الصف والعباد ورا بعضهم، اللي يجي يدحم هاني متكي على هذا باش ما يطيحوناش. ان شاء الله عيدكم مبروك. بغيتي بالامثل عيدكم مبروك. هذا خاص بعوامل الصحة. اي هذا خاص بعوان الصحة، نقصوا شوية من الاكتظاظ، خاطر الحقيقة زوز شبابك شوية، دو صال شوية. كل عام تحب خير. أنا جيت من بوحاجة من سيد عمرجي، والحال والله من 6:30، زحمة كبيرة في الباب باش تاخذ رقم بالبونية. علاش ماهيش مدير المركز يعمل عامل قدام الباب في الصباح، الناس تجي بكري باش تروح من 6 للـ8 اللي يحلوا يعطيهم ارقام ويعمل. وتو عندنا نحن عندنا وليتوا تو تلقوا المره الاولى والثانيه فرد صاله للرجال، الاولى والثانيه فرد صاله للنساء. صالح يعقوب، هاي سيدي تفضل، هاي ربي يربي في سعيد وش من دخل، رجع صالح يعقوب. في بوحاجله يعملوا لنا مركز تلقيح. هاي الدنيا هنا معبيه. الدنيا معبيه وتشوف هاك. وانت تجي من بعيد؟ انا نجي من بعيد 40 كيلومتر. من كل شنو اليوم نهار متعب. اليوم بالنسبه مش نهار متعب، اليوم ما فما حتى مسؤول، وما فما حتى مسؤول يشعر بالمسؤوليه. وزاره الصحه دكتور اليوم بعد العيد حضور كبير من المواطنين، هذا يؤكد وعي الناس باهميه التلقيح، لكن ربما مع الحضور الكبير هذا صار بعض الاكتظاظ، مما يؤكد الحاجه المراكز الثانيه، وانتم قاعدين تسعوا لاحداث مراكز ثانيه بالجهه. بارك الله فيك، صلاة عيدكم مبروك جميع العاملين في إذاعة الحياة فهم، عيد مبروك جميع أهالي ولاية القيروان والتونسيين كل. الاكتظاظ نتاع اليوم هو متوقع، لأنه احنا الأربع أيام اللي ما بقاش فيهم التلقيح، هو ثم يوم خذوه الأمنيين إن شاء الله بالشفاء نهار الجمعة، مي هما الأربع أيام هذوكما توا مش الاستدعاءات، كنا نستدعوا كانت منظومة فاكس تستدعى في حوالي 600 700، اليوم استدعت 1100، وهذايا
اللي يشرح الاكتظاظ هذا الموجود. اثنين الناس زاد أقبلت التلقيح لأنه المساج تعدى، الرسالة تعدت، كونوا الإمكانية الوحيدة للقضاء على هذا الوباء هذا هو التلقيح. والتلقيح هذا كما تعرفوا مجاني وقاعد يتوفر تباعا في المراكز. بالمناسبة هذه احنا راهو فنيا قادرين باش نلقحوا في المركز هذا راهو حتى 1200 و1300 في اليوم، وهذا عادي لان نطلب بكل لطف شوية ساعة من المواطنين اللي جي الالتزام شوية بالنظام، لانه كذا كان لاحظت شنتي حتى العوالم تاعنا تعبت، شد الصف وخر شد مهني، راهو شوية الالتزام بالنظام اولا. اثنين دعوة للمجتمع المدني اللي هو الشركاء معنا في اللجنة الجهوية للتلقيح اللي ترأسها السيد ولي الجهة، خاصة الهلال الأحمر والكشافة التونسية، ماذا بينا يتواجدوا معنا سيرتو في الذروة في الفترة الصباحية. دكتورة نادية صرصوت، رئيس المركز الجهوي للتلقيح ضد كوفيد 19 بالقيروان. اليوم 15 ما يرجعنا بعد عطلة دامت 4 أيام بمناسبة عيد الفطر، وبالمناسبة هذه نحيي جميع المستمعين وإن شاء الله عيدهم مبروك. اليوم برشا برشا ناس استدعوهم، عندنا تقريبا 1100 شخص وقع استدعاؤهم عن طريق منظومة الإيفاكس، من جملة 20,035 اللي هما نورمالمون سجلوا ووقع معناها الاستدعاء نتاعهم إجمالا منذ بداية الحملة. الألف هذوما اليوم مطالبين احنا باش نلقحوا لهم، على خاطر المنظومة ولت منذ اليوم الأول في شهر رمضان، ولا كل إنسان يقع استدعاء ويلزم يلقح النهار هذاك، ما يجيش يلقبل النهار هذاك لا بعده، هذاك علاش الألف ومية هذوما اليوم مطالبين باش يلقحوا، واللي يتغيب منهم ينتظر وأنه تجي إرسالية أخرى في وقت لاحق. به على قلنا 20,035 في ولاية القيروان هما الرقم الإجمالي للأشخاص اللي وقع استدعائهم منذ بداية الحملة. 18,000 منهم حتى الحدود يوم 10 ماي، معناها قبل عطلة عيد الفطر، 18,000 وقع تلقيحهم. كيف نقول 18,000 هما المجموع بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، يعني نسبة تغطية بالتلقيح 88.54%، وهذه نسبة باهية مش خايبة. أما يقعد العدد نتاع المسجلين على منظومة الإيفاكس هو عدد ضعيف، وهذه قالوا سيد وزير الصحة وقت اللي جانا وطالبنا باش بفتح مراكز أخرى للتلقيح، قال راه عدد المسجلين في ولاية القيروان ضعيف بالنسبة للولايات الأخرى. ولهنا الفرصة هذه ندعو جميع المتسكنين متاع ولاية القيروان باش يسجلوا على منظومة الإيفاكس باش يصير استدعائهم ويجيوا للتلقيح في أقرب الأجل. très bien. Donc, احنا actuellement هو المركز المجمع الصحي احمد القروي هو بدايه نتاع التلقيح، دونك هو اللي شارجي بالسونتر دو فاكسيناسيون. دونك في لو كونتيكست معناها برشا توكي هلامات قاعدين تسجيل، قاعدين نعاونوا مع بعضنا اون كولابوراسيون هذيك الدوائر الصحيه، كل مره فما ايكيب من الدائره الصحيه، واليوم معاكم معناها الدائره الصحيه نتاع نصله اللي فيها لافيرميير اللي هي ريسبون سبعه فاكسيناسيون اللي هي مدام عفيفه الصق. انا وعليك عايشك عايش خويا. نحن اليوم معناتها نورمالمون انا كونجي، علموني البارح اليوم لازمني نجي للسونتر دو فاكسيناسيون، هاني جي اما نومبر كبير برشا خاطر 3 جور ما لقحوش، بريسك 1200 مقيدين، معناتها شرج علينا برشا والكل هانا نخدموا الحمد لله لاباس. هذا اما جابوكم ثاني ثالث عيد معيدين وجابوكم الحمد لله. هذاك هو نحن جماعه السونتي ديما كيكا موجودين في جميع الظروف، ان شاء الله تتعدى سلاميتك. هاو محمد رياحي رئيس منظمة دفاع المسالك بوحجلة. بودنا المجتمع المدني يتحرك شوي لتحسيس المواطنين على الإقبال على التسجيل والتلقيح، لأن التلقيح مفيد، يحمي البلاد، يحمي المواطن، يحمي المواطنة، يحمي التلميذ، يحمي المدرس والمدرسة، يحمي الساهرين على القطاع التعليم، ويحمي تلامذتنا وليداتنا.
باش تعيش تونس في ثمانينة في أمان في أمان. وجدنا مزيد التحسيس مزيد التوعية بالمواطنين أينما كانوا في الأرياف في الأسواق، ومزيد تحريك حتى الإطار الصحي داخل الأرياف، لأن عندنا قوافل تبع الصحة، مزيد تحسيس المواطنين، لأن هناك مواطنين يسكنوا في الأرياف وبعاد عن المدينة، مزيد تحسيس مش نتكفو كان على الإعلام، لأن الإعلام قائم بواجبه، لكن مزيد من تحسيس للمواطنين في الأرياف وفي المدن.